سماع الشيخ أعزبكم الله، أنا شاب أعزب متدين ولله الحمد، ولكني إذا جئت وأتوضأ للصلاة تجذبني أتردد في إخراج اسم الله عند الوضوء وأتكلم بالنية في نفسي، فمثلا أقول سأتوضأ للصلاة كذا داخل نفسي، ولكن في الآونة الأخيرة صار بين ما أعرف يعني يقصد هناك يعني ما يحتاج ولا فيه تتكلم بالنية خلقك ما قال ماذا قلت نية كافية، اما قلنا نويت ان اتوضا نويت ان اصلي هذه بدعه ما لها اصل، النيه في القلب شيخي انا ما بالنيات، النيه في القلب وتاخذها بدعه، فلا حاجه الى تولي نفسك واستسلم باللسان تقول بسم الله عند الوضوء بسم الله ثم توضا، يعني تبدا من الله والاستنشاق من الغزال او عند غسل يديك ثلاثه بسم الله، اما النيه في الوضوء ما حاجه القلب يخفي ما في القلب يخفي، نيه الوضوء نيه الصلاه نيه الصيام نيه الحج، نعم هناك لبيك لكن يقال في الحج لبيك.